ضيفنا الليلة يمتلك خامة صوتية رهيبة جدا، صوت مميز، صوته رخيم، عنده أيضا حضور ركحي أكثر من مميز، نجاحاته الكبيرة خلال مروره ببرنامج أرب أيدول في موسمه الثالث في عام 2014، واجتاز مرحلة تجارب الأداء مرورا بالتصفيات فالعروض المباشر وصولا إلى النهائيات وحصوله على المركز الثاني، حيث جاءت النتيجة في المركز الأولاني صرح وقتها حازم شريف. نجمنا الليلة يعني فعلا فعلا يستحق كلمة فنان، فنان بحق، لأنه خلقا وأخلاقا، هذه أول حاجة، راقي جدا في التعامل، فنان فلسطيني عرفتوه، ظهر لي هيثم خليل الليلة اللي معنا مباشرة يطلع علينا كما ذكرت في حلقة لفلسطين للقدس الليلة. هيثم مساء النور، مرحبا بك. مساء الخير أخ مجيد حداد، وشكرا كثير على المقدمة الحلوة، وتحياتي لكل المستمعين. شكرا، الله يخليك. أنا أول حاجة باش نهنيك بنجاحاتك المختلفة هذه وحفاظك على الصدارة، فجميل جميل أن الفنان يحافظ على وجوده. أكيد يعني شيء جميل، وشكرا كثير، هذا طبعا بفضل محبة الجمهور. أكيد الله يخليك. هيثم وين موجود حاليا؟ أنا حاليا موجود في فلسطين، جميل، وتحديدا في البيت. نعم. فتحية، تحية يعني من القلب لهذه الأرض الطيبة، قلوبنا معكم، وتحية لكل الفلسطينيين. ممكن أحيانا يعجز الإنسان على الكلام، لكن الإحساس يبقى هو اللي يوصل. الكلام ما بيوفي، ولكن احنا بنعرف محبة تونس والشعب التونسي لفلسطين ومناصرتهم للقضية دائما. الله يخليك. خلينا نرجع شوي، تحب نرجع شوي للأرب أيدول، مرورك بهذا البرنامج اللي فتح المجال واللي خلى زادة ان الضوء يتسلط على هيثم اكثر. يعني صحيح، بالفعل يعني برنامج أرب أيدول هو كانت نقطة الانطلاق لإلي للعالم العربي، واللي وصلني وصل صوتي لكل بيت في وطننا العربي، وأكيد بفضله يعني وصلت لهي المرحلة المهمة بحياتي. فأكيد يعني بوجه شكر دائما لقناة MBC ولكل جروب اللي اشتغل معنا في أرب أيدول. نعم، هم برشا صحفيين وبرشا أعلاميين، يعني يحيوا فيك وطنيتك، حبك للوطن. يعني حتى خلال تنسيقنا لهذه الحلقة الليلة الكل يعني أشادوا بوطنيتك الكبيرة. هذا الشيء احنا مزروع فينا، لأنه كل واحد لازم يكون عنده حب لبلده وتمسك في أرضه في بلده، لأنه هذا بالنسبة لنا هو شرفنا وهو كرامتنا. فإشي أكيد هذا الإشي بفتخر فيه، والحمد لله يعني مستمرين في هاي الرسالة إن شاء الله يا رب. خلنا نبدو الليلة سهرتنا بما أنه معانا هيثم ونزمنا، خلنا نبدوها غناء الليلة، نغنو نبدو شوية هكا للقدس. خلينا الليلة حتى الناس الكل يسمعوا للقدس، وخاصة من الأغاني يا مدينة الصلاة أصلي، وبصوت هيثم الليلة أكيد عندها حاجة مميزة. طبعا حنغني للقدس هاي الأغنية، بحبها كثير، وأغنية طبعا للسيدة فيروز. نعم، أغاني اللي بحبها بتودينا على مدينة الصلاة. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد،
تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد يا ليلة الإسراء. إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. بتأمل الصوت يكون وصل. الله هو وصل الصوت وخليتني نسرح معاك ومع صوتك، يعني ما شاء الله. الله شكرا، الله يخلينا هالصوت. تسلم تسلم يا غالي، تسلم شكرا. عيشك، الله يخليك. هيثم مع طبعا غنائنا الليلة وأيضا حديثا، لأنه فما برشا زاده ينتظروا فيه أخبارك أول بأول، حتى نحكيه شوية من بعد البرنامج. نعرف أنه دائما هيك المنتجين يحاولوا يلتقطوا الفنانين بعد ما يخرجوا من البرنامج. هل أنه جاتك بعض العروض أم أنك حبذت تبتعد شوية على الاحتكار، ما خضتش تجارب شركات الإنتاج، ولا كيف؟ طبعا يعني اللي تفضلت حكيته، يعني صارت عروض بعد برنامج عرب ايدل، وخد تجربة من هذا النوع مع شركة بلاتينوم ريكوردز، كانت نعم. تجربة لي سنة ونص معهن، ومن بعدها قررت أشتغل يعني لحالي وأخذ قراراتي لحالي، لأنه شفت يمكن هذا الموضوع مناسب لي أكثر باختيار قرارات معينة اللي هي بتخص إيش بدي أغني وين بدي أغني. عشان هيك قررت إني يعني أكون لحالي حاليا، فبشتغل يعني عامل إلي شركة خاصة اللي فيها جروب بيشتغلوا معي بالسوشيال ميديا وبكل هاي الأمور. شركة جديدة هي الهيثم، فتحياتنا ليهم اللي يشتغلوا معك الكل. شكرا شكرا. يا عايشك. والإنتاج توا حاليا بعد البرنامج، إنه لاحظنا إنه فما إنتاج الهيثم، هذايا الكل لازمه ميديا، لازمه أيضا الواحد يتحرك، لازم أيضا الحفلات، وأهمية الحفلات بالنسبة للفنان، وخاصة تنقلاته من دولة إلى دولة أخرى، لأنه عندك كيما عندك جمهور في فلسطين، عندك جمهور في سوريا، في لبنان، في الأردن، في تونس، في المغرب، دبي، مصر، الجزائر، ليبيا، في كل الدول عندك جمهور. أكيد أكيد، يعني زي ما حكيت الحفلات هي التواصل المباشر بيكون مع الجمهور، وطبعا كان لي تجارب كثير حلوة في حفلات اللي هي خارج فلسطين، في الجزائر وفي مصر في لبنان وفي دول أوروبية اللي طبعا فيها جاليات عربية، وفي الولايات المتحدة وكندا كمان. كان عندي تقريبا كل سنة أنا في عندي تور بعمل حفلات في لكل الجاليات، وحاليا راح أكون في متواجد في السويد لأغني لحفلات الكريسماس للجالية العربية الموجودة في السويد، نعم. فبتأمل تكون حفلات حلوة يعني. وطبعا الإنتاج زي ما حكيت الأغاني والميديا دائما. إن شاء الله إن شاء الله. وهيثم عندك ما شاء الله يعني عدد معجبات، عدد كبير. ما شاء الله. لأنه ما زلت أعزب على هذا، راه لأنه أحوال القلب، يعني كأنه القلب ينبض محبة كله. أكيد يعني، والقلب بدون محبة ما بنبض، فهذا إشي ضروري يعني تكون المحبة دائما موجودة، إن شاء الله. ويعني مش مهم لو وين بالضبط، المهم يعني المحبة تكون من القلب لأي إشي بنعمله، إن كان لحبنا لعملنا، إن كان حبنا للجمهور، إن كان حبنا لبلدنا، لكل إشي. نعم، خلينا نرجع شوي لعبد الحليم حافظ، ونعرف صوتك يعني، ونعرفك من عشاق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، شو نسمعوا له؟ ايوه صحيح، انا بحب اغاني عبد الحليم، واكيد بحب اغني لكم. قبل ما اغني الاغاني تعود يعني في نعم. عبد الحليم، اغنية صافيني مرة. صافيني مرة. صافيني مرة وقفيني مرة، صافيني مرة وقفيني مرة،
ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجافيني مرة، كنا سوا قلبين الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا، ابقى جنبك ولا نيش عارف ايه مخبي، والقلب يبقى فرحان وخايف ليروح حبي وتروح الفكرة وتيجي الفكرة وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وانت ناسيني كده بالمرة، صفيني مرة وجافيني مرة. الله، آه حلوة هذه. يعطيك الصحة. والله سوقتنا حتى تجينا وتزورنا في تونس يا هيثم. أكيد، إن شاء الله بإذن يعني الله. لي الشرف إني أزور تونس اللي تجري فينا مجرى النفس، على مقال الشاعر محمود درويش. أكيد أنا بيشرفني إني أجي تونس، وحلم عندي إني أغني في قرطاج، إن شاء الله يا رب. فإن شاء الله في الأيام القادمة أكيد أكيد راح يكون الزيارة، وأشوف الشعب التونسي العظيم. نعم. هيثم، احنا نودع في سنة 2017، كيفاش كانت السنة هذه بالنسبة لك أنت، من حيث الإنتاج، من حيث أيضا الحفلات، ومن حيث أيضا الإعلام، وكلها عموما كيف تقيمها بالنسبة لك؟ سنة 2017 كانت سنة كثير كثير منيحة الحمد لله، يعني من كل النواحي، يعني من ناحية الإنتاج أنا عملت سنة 2017 ثلاث أغاني، خلينا نقول أغنية للأم نزلتها في عيد الأم اسمها يا أمي، كانت أغنية لا استحسان كبير للناس، نعم. وأغنية ما بعرف شو صاير لك اللي صورتها بكليب في تركيا، ألحان بلال الزين وكلمات منير بعساف، وأغنية ألا تدرين اللي هي الأغنية الأخيرة اللي نزلتها في الفصحى، واللي لحنها واللي كتبها فلسطينية من فلسطين، حبيب شهادة حنا ونقول خوري، بوجه لهم تحية. طبعا تحياتنا ليهم طبعا الكل. طبعا على صحيح أيدي الحفلات أكيد، يعني كان عندي جولة حفلات كثير رائعة في فلسطين وفي خارج فلسطين، يعني إذا بدي أعدل لك يعني ناسي صراحة قديش كان في ما حفلات، شاء فالحمد الله. لله. زيد، المهم لأنه الحفلات فعلا راهي تدعم الفنان أكثر وتقربه أكثر من الجمهور، تحس فعلا الفنان صحيح صح موجود. أكيد وعلاقتك أكيد. بالإعلام، هيثم والإعلام؟ أغنية الكليب نزلت على قناة أرابيكا لمدة شهر تقريبا، وحكوا عنها في اي تي بالعربي، دائما بيحكوا يعني عن الاخبار في اي تي بالعربي على ام بي سي 4، واكيد يعني الاعلام بشتى انواعه واهم شيء يعني للتواصل مع الجمهور عشان الناس تعرف اخبارنا وتسمعنا، فهذا شيء مهم. واليوم طبعا الاعلام اللي هو على السوشيال ميديا كثير قوي، فانا بركز عليه منيح، يعني على جيد الفيسبوك على الانستغرام على التويتر جيد. وعلى سناب شات، يعني حتى سناب شات صار اليوم إعلام ضخم اللي الناس كثير بتتابعه، فبهتم يعني كل شيء بيزيد بدخله على القائمة عندي وبحدد له. نعم. هيثم، تشاطرني الرأي انه كل فنان تعب في حياته، كل فنان ممكن جاته عراقيل برشا في حياته، انه بعد نجاحاته الكبيرة تحسه انه يتغير.
ولا لا؟ ولا يبقى هو نفسه؟ أكيد لازم يبقى نفسه. أنا حسب رأيي إذا تغير، يعني لازم تتغير الأحسن، اللي يعني شخصيته تتغير، وعيه، ثقافته، كل هاي الشغلات لازم تتغير للأحسن، مش العكس، إنه ينغر أو إنه يشوف يعني يتكبر على الناس. لأنه يعني أنا بآمن فيها إنه محبة الناس هي اللي بترفع الفنان وهي اللي بتخليه يستمر. نعم أكيد، 1000000%. أنا بس أسمع أغنية من عندك، لأنه هو الوقت يجري معنا الزري، أنا وياك يا هيثم. الليلة هو كلقاء أول، وعد أنه لقاء أول، لأنه إن شاء الله باش يكون لنا لقاء مطولة مع بعضنا، باش نحكي فيها أكثر وباش نمروا فيها أغاني. خلينا نسمع الليلة من أغانيك. من أغانيك شنو تقترح علينا؟ بدي اسمعكم اغنيتي الجديده، ما بعرف شو صاير لك، نعم هنا. اللي هي الحان بلال الزين وكلمات منير بوعساف. شفت بلال الزين في مقابل عندك قبل فتره، أكيد صديقنا بلال، بوجه تحيه كبيره. وتحية تانية. اغنيه ما بعرف صاير لك. يلا ما بعرف شو صاير لك، ما بلحق شوفك بتفل، خبرني شو قايل لك، حتى غايب عني تضل، مع اني بحبك عم اتعب، عم كفي الطريق، وانت ظالمني وشو اصعب من ظلم بريء. اسمعني هيدي آخر مرة، يا بتبقى حدي هالمرة، يا ما بتنساني بتنساني، كل مين بطريق، يمكن اتغيرت وخايف تقلي وتجرحني، تطلع فيي ومش عارف كيف تصارحني، أو يمكن مشغول بحالك، في غيري شاغل لك بالك، لما بيبعد وبينساك عحبي بتفيق. اسمعني هيدي آخر مرة، يا بتبقى حدي هالمرة، يا ما بتنساني تنساني، كل مين بطريق. الله، شوف التنقل من طبقة لطبقة، يعطيك الصحة والله. الله عليك، خلينا هالصوت يا هيثم، شكرا شكرا، الله يخليك، يا عيشك يا تسلم، هيثم. أحلاك بشنو لقاء. توعد جمهورك ومتابعينك الكل إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله؟ بوجه لي تحية كبيرة دائما لدعم إلي وفي جنبي دائما، وأكيد يعني إن شاء الله في أعمال جاية على الطريق. عم بحضر أغنيتين تقريبا صاروا جاهزات، يعني الأغنية الأولى اسمها حالة إدمان، نعم إدمان طبعا إدمان منيح مش إدمان عاطفي، اي والأغنية الثانية اسمها بعشق الغمرة، راح أنزلهن قريبا يعني إن شاء الله. مع بداية العام الجديد أكيد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يكونوا يعني مبروكين عليك. الله يبارك فيك، مستني يعني ينزلوا بفارغ الصبر وأسمع رأي الناس فيهم أكيد. وطبعا لسه فترة الأعياد بوجه تحية كبيرة لكل إخواننا النصارى في عيد الميلاد المجيد نعم وعيد رأس السنة الميلادية. نعم وبدي أحكي بس بالنسبة ل يعني للأحداث اللي عم بتصير اليوم في فلسطين، اللي كل العالم اليوم مشغول فيها أكيد، يعني أنتم بتسمعوا في تونس يعني الناس بعرف رأيها ووقوفها بجانبنا دائما، بجانب القضية الفلسطينية، يعني فلسطين هي المحور الأهم وقضية كل الشعب العربي، وأكيد عاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وأنا بالصدفة يعني صليت قبل جمعتين، كان لي الشرف إني صليت في المسجد الأقصى ومسجد جميل قبة الصخرة، جميل، ويعني يؤلمني جدا انه اشوف كل الناس يعني من الدول العربية عم يعني
عم من كل الديانات والجنسيات عم تدعي وعم تدعم تدعمنا في قضيتنا، ويعني ما عندهم الإمكانية إنه يزوروا مدينة القدس اللي إلها رونق خاص وبكل حجر فيها وكل أسوارها. وبتمنى يعني إنه يجي اليوم وكل حدا بيشتي إنه يصلي في القدس أو في كنيسة القيامة يجي ويزور فلسطين. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا هيثم. الله يخليك، فعلا أنت الليلة نورتني بحضورك، نورتني بكلامك، نورتني بصوتك. إن شاء الله يكون لنا دائما هذا التواصل اللي يجمعنا مع إذاعة تطاوين مباشرة من فلسطين الليلة. نجم بحق، شكرا ثم شكرا على قبول الدعوة يا هيثم الليلة عبر موجاتنا. شكرا لك يا غالي، وانا اللي لي الشرف ويعني على اذاعه تطاوين ولكل المستمعين ولكل الشعب التونسي تحياتي لكم من شكرا فلسطين. شكرا هيثم، شكرا والله ما فماش كلام بعد كلام هيثم، فعلا ما فماش كلام. الله شكرا، الله يخليك نجمنا الغالي هيثم خليل، نسمعه مباشرة.